بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله. أولا بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مكي توكل لي قابلنا وقلنا ورانكن توكل مني معنا تلير نرتجرب صحصير تعريفه لغة التفويض والاعتماد. لغة لي ورانكن تفويض واعتماد، تفوض الأمر، وكلت فلان، فلان توكلهن، فلان توكلتهن، يستقدم وفلان توكلهم بهن، يعني التوكيد هو ندين اعتماد ندين له إن إنسان وكان الآخر ولي واجب تقول ولي اعتمد تديبه يعني مين لغة لقن. طيب شرع ورنقن هو اعتماد القلب على الله وحده، التوكل هو اعتماد الله، اعتماد القلب، اعتماد القلب على الله وحده. شرعا اعتماد القلب على الله وحده. لبك جار لي لا خلا لا اعتمد رشا جار لي وكل سلشا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب التوكل الشرعي ورانا قلنا عن التوكل، وعنا نقول التوكل الشرعي هو الذي يجمع ثلاثة أمور. توكل شرعي وعنا نقول قلنا نين بنا لاغن نياس يا اخو اشياء شاخ. الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا، وكل سنه جالي جال اعتمد لك حقيقا صادقا حقيقه صدق ايمان منت لنا الثقه بالله واعتقاد ان الامر كله بيد الله. ثقه بالله جارلي واثق اخته جارد مؤمن إيمان كامل كميته، ثقة جار لك كميته، اعتقاد أن الأمر كله هو سجن، وده اعتقاد لبكت قلب نيو ور نانتقن الله سبحانه وتعالى نانتقن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى لينت. سيخري فعل الأسباب المأذون بها نين قدو يعني أسباب جاء أذن أبا ومسموح أبا إن جائزة إن تكرري إن جوجد أخرري حلال أخرري نا أسباب نين أسباب يعني تكرري جن. فبالتالي نري التوكل نروح نوع توكل نروح توكل شرعي جن. نان أقسام التوكل سوق النوبل ينقابني هنا التوكل الشرعي سيهو قسم سني هون أخوة اعتمادا على الله اعتمادا صادقا حقيقيا، الثقة بالله واعتقاد القلب أن الأمر كله لله بيد الله، وفعل الأسباب المأذون بها. نان أقسام التوكل ورنقن التوكل. أقسام التوكل ثلاثة أقسام سهو قسم قن أقسام توكل. لأخذ توكل عبادة عبادته، وهو التوكل على الله وحده ولا شريك له. يارلي الله سبحانه وتعالى اعتماد لا شريك وانا قتلو لينغرها التوكل شرك نيك الاعتماد على غير الله فيما هو من خصائص الله. نعم لا خير هم لك الاعتماد على غير الله فهو من خصائص الله. أعوذ بالله أنين نشرك توكل عبادة والتوكل على الله وحده ولا شريك له لينا توكل شرك، وكل اعتماد على غير الله فهو من خصائص الله. أريق لي اعتمدت أريق له وكلسته شيخ فلان كل وكلسة مكون فلان توكلخن فلان فلان دي هنا نين شوية قلق مكتوب. وكل اعتماد الكلي أو الجزئي على الأسباب كدو اعتماد كامل أن خلاص تلقسيخن بيري يقن نتلقين بيسران باق ناس أسباب ناس أسباب مكون الدم بعد ناجحي يقن ناس يرى
يعني أسباب انتصاره وقرور عجب دتون كم من سنة انتصاره خلاص أنا عودي تخون الدمبي نهيوك أنقيقن نهيوك يسقاطقن نهيوك تراخي تباقون دباخوية لا قباخوية لا يشاخوية لا إيران أما انكوارات الاعتمادرا الله سبحانه وتعالى قبل الله ممكنين يعني أن نتوكل وترى أخرش أخرون نين منافيات إسوك مضادات إسوك عما عاكس إسوك نتوكل إن كل أخن وري جزء أخن كل نية خرج قدام تلو كلسته وري أسباب كل وكلسته كامل وري جزء دكاء كان وري شوية دكاء كان أنا سبب سيفون يرى أخلان أنت الأسباب إسرق وما جار له وكلسته إن مسبب الأسباب جار جن أخله إن أسباب سناتك إن كلبره وما إن أسباب كل باركة هو كلك أنت إن سبب إسرق أنا سيفون يحلاستك جار له وكلسته ننسان قدر خصان أرسل بتي المرضى كلهم فدرو فدانسي غراما غالا ما لا 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 نو غدان استغا غدي خنان غدان بكون يرو كفيوت لي يسنا غدي اون بكما يفي يصدق غدي معنى هبيو انا بيخن يرو كفيوت لا اعتمدتو وما سبب كل اعتمادرا من كليا وجزئيا نين توكل دي غلط اكو ما خالفك عشان كده سبب سياسي هون او تيد نصر ديا جارل وكل سمك يرو ما جارل وكل زروا فدرك بدير مرضك الله سبحانه وتعالى أنبت كلهم أم جواك ويحيي الأرض بعد موتها ثم ينبت فيها الأشياء الطيبة الجميلة من الثمار ومن الزروع ومن الفواكه ومن الخيرات ومن الخضر نقدام قاول لهم نجينا ولهم فواكه أخن فروت أخن قلة أخن قلة أخن أريوني وحاجات الله سبحانه وتعالى ني فضل درني بركة درني خير دتكن الله قد قول يا جان سويت دوسك منه مثلا قال لا سكر عفت ناسك ناسك ديبك ما فرق عشان كده التوكل منقطع النظير وتل اخرش اخون جار لا اخرش سبب لي اخرش اخلاني نان سيقر الفرنوغن ان اقسام التوكل ولد دا اخوين هون توكل عباده الاخو توكل شرك ان عباده تصير قانون شرك وصير قانون ان توكل توكيل ان سيقر توكيل ان التوكيل ويحون وهو ان ننيب شخصا يقوم بعمل بالنيابة عنك مما يقدر عليه وهو جائز. نعم أنا يا سند إنسان تي نيابة عنك نائبكو أخره بدلكو أخره أكان الأخره فلان توكل خلنا لن يخد إنما يولي إن الزكاة يولي إن صدقة يخلي فلان يوكل جن إهني وزعي الله ويلا بني الله فلان توكل خون إيجار يسعدي اللي أنت تيولد فلان توكل خون برجيب قليه فلان توكل خون عقد سقليه فلان توكل خون نس بنكير جمد قليه فلان توكل خون نور أكان سجل قليه نين توكيل جائز جن الإنسان إن جرسه له ديبو الإنسان فلان سيره له جرسه فلان يا كان آخر جرسه يروح أنقدم فلان توكلهم بكم يروح ما أنا توكيل نيني خي توكيل محمودر توكيل جائز جن نان انت وكيل سواء كان لبني هنا توكيل عبادة توكيل شرك وتوكل انت وكل زي توكل عبادة توكل شرك وتوكيل. والفرق بين التوكل والتوكيل ورنجن فرق بين التوكيل والتوكل نينا توكل جنين هون نينا توكيل جنين هون ان توكل جارل مباشرة اخو ان توكيل قدام توكل دو ورنا قلنا ما نقولن بخ فرق نليل نا توكيل دي توكل دي نا فرق نا ما نقولن بخ ورنا قلنا نات فلاو خير اللي نينا توكل وراني توكيل وراني نيت الدوينو قلنا لاقش ان التوكل عمل قلبي باطني ان التوكل عمل قلبي باطني ان توكل شغل لبك يوغن غوفوغن غودوغوغن غودو عملغن عمل لبكيو غودوكو عمل كورودو غوفو جواد اسراخلوغن اما نسبتنت وتل اخرج اخو نتوكل داخلي لو نتوكل قلبي لله رب العالمين ساخرج اخو وتوكل عمل ظاهر ان توكيله عمل ظاهر جن ان توكله عمل قلبي باطني جن عمل لبكيو كوفوغن نين ان توكلغن توكيله عمل ظاهر يعني عمل قارستا
فلان فلان ورقه كتب خونه قلوس افارات لد نوتك اول كان فلان لد قاضي تلد محكمه لد اما ان جرادين سجل دغري نات كوري نات اكبري كدم رغلي ولا اي شيء سي وكر خون ليك فلانتي ورنش قد اخن ورجليس اخن اي ما حاجه ما هو سرعه ظاهر قارس تاخذ وكرتني عمل ظاهر قبل دليل توكله ورنا جن يخص كود وانن وطبيعي جن سنك اخره وواجب جن وراني رشاخ ورنا جن توكل دليلني ولازم ينسن عسي دليل كود ادنا كنين وريخ جار الله سبحانه وتعالى ساك الجهل عبس سالاني نسن عدن عباد اخدم بي ورنا جن ان دليلني نتوكل استخيرا الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.